السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناة مطبخ بنت اليمن. اليوم إن شاء الله بنسوي مع بعض الشعوبية اليمنية أو ما تسمى الشعيبيات. بنشوف المقادير والخطوات في هذا الفيديو، كمان المقادير بحطها لكم في صندوق الوصف، عشان معروف إنه لازم في الحلويات يكون في تقيد بالمقادير عشان تكون مضبوطة. وقبل ما نبدأ الفيديو حابة أعرفكم على هذه الوصفة. هذه الوصفة من حلويات اليمن، تقدم دائما بعد الإفطار في رمضان أو في الأيام العادية، كمان في الأعياد مناسبة جدا لكل المناسبات. هذه الوصفة عادة الناس ما بيحشوها ولا حاجة، بس أنا في هذه الوصفة أو في هذا الفيديو حبيت أني أحشيها بالمكسرات. كمان إذا حابين تغيروا الحشوة بيكون هذا شيء راجع لكم، يعني مثلا تحشوها بالجبن أو أي شيء بيكون حلو. كمان تخلوها سادة ما فيها أي حاجة، بتكون حلوة كمان ومقبولة. فيلا نشوف مع بعض المقادير والخطوات، ويلا بسم الله نبدأ. أول شيء بنحتاج إلى كوبين من السكر، أنا استخدمت في هذه الوصفة أكواب القياس، هذا الكوب الأول وكمان الكوب الثاني. وبنحتاج أيضا إلى كوب من الماء، وبنضيفه على السكر. كمان بنحتاج إلى عصير ليمون ملعقة كبيرة. الآن بنرفعهم على النار وبنخليهم على النار لا ما يغلوا مرتين أو ثلاث، وبنطفي عليهم ونخليهم على جنب. الآن بنحتاج إن احنا نساوي العجينة. بنحتاج للعجينة كوب من الحليب وكمان كوب من الزبادي. في ناس بيستخدموا بدل الزبادي حبتين من البيض، بس أنا أفضل الزبادي لأن الزبادي بيخلي العجين بعد ما تحصل في الفرن بتكون مقرمشة، فأفضل الزبادي. المهم كمان بنحتاج بنفس الكوب زيت، زيت نباتي. بنحرك هذه المكونات مع بعض لما يندمجوا تماما، وبعدها بنضيف ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا يا سائلة أو بتكون بودرة عادي. البودرة بتستخدمه نص ملعقة كبيرة، أما السائلة ربع ملعقة لأن نكتها أقوى من البودرة. المهم بنضيفها على هذه المكونات، وكمان بنضيف نص ملعقة كبيرة من البيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات. كمان بنحتاج إلى نص ملعقة من الملح. بعدها بنخلط هذه المكونات كلها مع بعض حتى تندمج، وبنضيف الدقيق بالتدريج. بنضيف 5 أكواب بالتدريج على مراحل، وبنظل نحرك حتى يحصل عندنا الخليط ثقيل. بعد ما نحصل على خليط ثقيل بنبدأ نعجنه باليد أو باستخدام العجانة الكهربائية إذا كانت متوفرة عندكم. المهم الآن بنضيف تقريبا نص كوب من الدقيق، ومثل ما قلت لكم بنخلطهم مع بعض بهذه الطريقة، وبنضيف نصف كوب ثاني لما تخلص كل كمية الدقيق اللي معانا. يعني إضافة الدقيق بيكون على مراحل، كل مرة بيكون نص كوب. والآن ببدأ أعجن العجينة باليد عشان هي أصبحت عندي ثقيلة. بنعجنها لما تتكون عجينة بهذا الشكل هي بتكون تلتصق في اليد، وهذا شيء طبيعي، وبتحسوها رطبة بزيادة. بنرش عليها شوية من النشا، كمان بنرش نشا على الطاولة أو طاولة العمل أو على الكاونر. بعدها بنجيب العجينة وبنحطها عليه وبنرش عليها كمان نشا. بعدها بنعجنها بهذه الطريقة، يعني بنعجنها مرة ثانية على الكاونر أو على الطاولة لما تكون عندنا عجينة متماسكة وما تلصق باليد خالص. في ناس بيستخدموا بدل النشا عفوا دقيق، بس أنا أفضل النشا بكثير لأن النشا بيخليها مقرمشة بعد ما تحصل، كمان بيسهل علينا الفرد بكثير أكثر من الدقيق، والدقيق بيعمل كتل، فلذلك أنا أفضل النشا. المهم بعدها بنقسم العجينة إلى نصفين، وبنقسم كل نصف إلى نصفين كمان، وبنقسم العجينة إلى قطع صغار متساوية في الحجم. طبعا أنا قسمتها إلى 17 قطعة تقريبا أو 15 قطعة. بنكور القطع بهذه الطريقة وبنحطهم على جنب، يعني بيكون تحتهم مرشوش بالنشا.
بنكور كل القطع لما نخلص كل الكمية. بنغطي القطع بكيس غذائي ونخليهم يرتاحوا 5 دقائق. بعدها بناخذ كل قطعة وبنفردها بالنشابة حاجة بسيطة، وباستخدام النشا كل مرة، يعني بنرش النشا في الطاولة وكمان على القطعة وبنفردها بهذه الطريقة، وبعدها بنحطها على جنب. بناخذ قطعة ثانية وبنفردها بنفس الطريقة وبنساعدة النشا في كل مرة مثل ما قلت لكم، وبنحط القطعة الثانية فوق الأولى. بس بين كل قطعة وقطعة بنرش النشا عشان تتفتح وقت ما نحصلها بالفرن، وبنسوي ببقية القطع بنفس الطريقة. بنفرد كل قطعة بنفس الحجم، وبعدها بنرش بين كل الطبقات نشا لما تخلص كل القطع اللي عندنا. الآن بعد ما خلصت من كل الطبقات، بنفرد الطبقة هذا أو هذه القطعة بهذه الطريقة بالنشابة، وبنفردها حتى تكون عندنا طبقة رقيقة وكبيرة مثل ما أنتم شايفين. الآن بنرش عليها النشا، وبعدها بنعطفها رول بهذه الطريقة. طبعا في ناس بيسووا الطريقة مختلفة، بياخذوا كل قطعة وبعدها بيلفوها رول بعدين على شكل حلزوني، بس أنا أفضل هكذا بيكون أسهل وكمان اختصار للوقت. المهم بنسانيها من الأطراف بهذه الطريقة، وبعد ما نخلص نسويها رول بنقطعها على قطع صغار، بيكون مقاسهم تقريبا سنتي. نحاول بقدر الإمكان إنه نخلي القطع كلها بنفس الحجم، يعني بنضغط عليها باليد يعني بالأصابع، وبعدها بنقطعها بيكون تقريبا نفس الحجم، إلا الأطراف بتكون عندنا صغيرة بس مش مشكلة. هكذا بيكون شكل كل قطعة. الآن بناخذ كل القطع على جنب عشان يكون عندنا مساحة للعمل. الآن قبل كل شيء بنسوي الحشوة. الحشوة أنا عندي عبارة عن فستق كمان لوز وفول سوداني. الفستق عندي تقريبا ربع كوب، واللوز نص كوب، كمان الفول السوداني نص كوب. طحنت هذا المكسرات كلها وحطيتهم على القدر أو على أي وعاء عشان نخلط فيهم مع بعض مع السكر البني. طبعا أنا استخدمت السكر البني تقريبا نص كوب، أكثر من النص الكوب بشوية، والسكر على حسب الرغبة. وبنخلط هذه المكونات مع بعض. الآن بنجي لطريقة الحشوة أو الحشو. بناخذ قطعة وبنفردها بهذه الطريقة، بناخذ القليل من الحشوة وبعدها بنغلقها من الأطراف بهذه الطريقة أو بهذا الشكل. نعيد مرة ثانية عشان التوضيح. بناخذ قطعة وبنفردها بهذه الطريقة، بيكون الفرد على الطول. بناخذ القليل من الحشوة وبنحطها بالوسط، وبعدها بنغلق عليها من الأطراف بهذه الطريقة. بنضغط على الأطراف قوي عشان ما تفتك علينا، وخلاص بنكمل بقية القطع بنفس الطريقة. وبعد ما نخلص بناخذ صينية الفرن وبندهنها بالسمن أو بالزبدة، الزبدة الذايبة، وبعدها بنحط عليها القطع، وبنخلي بين كل قطعة وقطعة فراغ عشان إنها بالفرن بيكبر حجمها. بنرص القطع بهذه الطريقة. بعد ما نخلص من رص القطع بناخذ زبدة مذابة وبنملي القطع بالزبدة مثل ما انتم شايفين، يعني بنحاول ان احنا نكثر في الزبدة عشان تتفتح عندنا الشعوبيات. وبندخلها الفرن على درجة 350 او 400 فارنهايت على حسب حرارة الفرن اللي عندك، او على درجة 200 او 180 مئوية لمدة 45 او 40 دقيقة، كلا على حسب. طبعا انا اخذني تقريبا 40 دقيقة،
بعد 30 دقيقة شفت انه حمرين من تحت، رجعت خرجتهن من الفرن وكمان دهنتهن بالزبدة او امليتهن بالزبدة المذابة عشان يتفتحين اكثر او تتفتح الشعوبيات. مثل ما انتم شايفين رجعتهم الفرن وخليتهم يحمروا من فوق مدة 10 دقائق. وعلى طول اول ما نخرجهم من الفرن بنحطهم على طول في الشيرة، والشيلة مهم ان تكون باردة لان احنا صلحناها قبل كل شيء، بتكون باردة اكيد. وبنحط عليها الشعوبيات بهذه الطريقة. بعد ما نغمس الشعوبيات في الشيرة بنحطها على الشبك حتى تنزل الشيرة الزايدة، وبنستمر في القطع كلهن بنفس الطريقة لما نخلص كل الكمية اللي عندنا. بنقدمهم في صحن التقديم وبنرش عليهن المكسرات عشان يكون شكلهن جميل، وخلاص هذا بيكون شكل النهائي. وبالعافية، أتمنى يا رب أني أعجبتكم وصفتنا اليوم، وأتمنى أن الجميع يجربوها لأنها فعلا تستحق التجربة. فإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا إعجاب لهذا الفيديو، كمان اشتركوا بقناتي إذا كنتم أول مرة تشوفوها، وانشروا رابط هذا الفيديو إلى كل أصدقائكم وأقاربكم في كل مكان عشان تعم الفائدة. وحابة أقول لكم إذا ممكن توصلوني إلى 27,000 قبل العيد، يعني تعملوا حملة توصيل مطبخ بنت اليمن إلى 27,000 قبل العيد عشان أتشجع أني أنزل وصفات العيد وكمان وصفات كثيرة. وكمان إذا وصلت إلى هذا العدد قبل العيد إن شاء الله بسوي مسابقة وبيكون فيها فائزين أو فائزتين، والفائزة أو الجائزة الأولى بتكون جائزة مالية، أما الثانية بتكون مادية. فأتمنى من الجميع أنهم يتحمسوا لهذه المسابقة وكمان تشجعوني وتدعموني عشان أواصل وأستمر بإذن الله.